اليوم تجهيزات الشباب في منطقة فشلوم للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير المجيدة. الشباب ما شاء الله مش مقصرين كلهم. بعد سبع سنوات من ثورة 17 فبراير الأمل الحمد لله ما زال موجود في هذه الثورة اللي ضحى من أجلها خيرة يعني شباب ليبيا. الأمل موجود قائم الحمد لله، وإن شاء الله يعني يعم الأمن والسلام على 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 كافة ليبيا. فشلون كله يحتفلوا، شكرا على الشباب اللي ساهموا، كل واحد ساهم ان شاء الله باذن الله نحتفلوا، وانا شخصيا نحتفل بيوم 17 فبراير وليس بعد ما بعد 17 فبراير، لان 17 فبراير زي الشجره اللي تكسرت بالفاس. الشجره هذه تبكي، ما تبكيش على انها تكسرت، تبكي على ان يد الفاس هو جزء من الخشب متاعها. تصحيح مسار للثورة نباعها بعد ما صار أو تسلقوا على أشباه الرجال أو ما تعرف بذلك، والله وإن شاء الله رجوع أهالي تورغة ورجوع مهجرين، رجوع المهجرين بالكامل من الخارج، عودة الوطن، حب الوطن، إن شاء الله محتفلين والحمد لله. جوك نور. Thank you.